جينا دلوقتي في حلقة البطاطس لوصفة الكروكات اللي هي بتبقى كور من البطاطس ليها مكونات بسيطة جدا محشية. عندكم أي نوع جبنة، أي بواقي جبنة، عندي قطع جبنة تشادر، عندي موتزاريلا، هنحشيها بالنص ونعمل لها بريدنج. هنعمل كل المقادير مع بعض. تعالوا بس نشوف الزيت درجة حرارته قد إيه، نقدر نحطها بالفريزر تتفرز تماما وبكيس ونحفظها نطلعها بأي وقت. درجة الحرارة كويسة، مش عايزينها عالية قوي قوي، ودول مش مفرزين، دول يدوبك تشمعوا بس في الفريزر. لما نيجي نقلي ما نكترش، بالذات لما نبقى مطلعين الحاجة من الفريزر ما نكترش الكمية، لأنه إحنا تعتبر مكعبات من التلج طالعة من الفريزر، لما تتحط في الزيت بتقلل درجة حرارته. فبيجوا الناس يقولوا لي طلعت الكوبيبة من الفريزر وحطيتها بقليها على طول فكت. طبعا أنا أحط 10-15 حباية كوبيبة فروزن مجمدين في زيت، طبعا الزيت حرارته هتقل وهتبتدي الحاجة تفك. فدايما لما نيجي نقلي القلي بس عايز سنة فن، نعرف الكميات اللي بنحطها وبنفس الوقت درجة حرارتها، فنعرف نقلي بدرجة حرارة صحيحة وتطلع النتيجة حلوة جدا. دايما بنقلب، واحنا اتعلمنا انه بنقلي بزيت عباد الشمس او زيت الكانولا لانه درجة حرارتهم بتبقى في الاحتراق عالية فما بيضروناش بسرعة، يعني الزيوت مش لازم تتعرض اللي هي زي مثلا زيت الذرة لدرجات حرارة عالية لمدة طويلة. بصوا على طول ما شاء الله لونهم، بصوا شكلهم، احنا حاطين عليهم لانه بقسماط البانكو اللي هي الخشنة دي شوية فبتديها لون حلو قوي قوي. انا هجهز الطبق اللي هنقدم عليه، هنحطه هنا وبعدين نطلعهم وننقلهم، نلاقي مكان كده بسفرتنا الحلوة انه نقدمه. هوسع هنا مكان، انا هسيب السلطة للاخر خالص عشان هي سلطة بطاطس مقرمشة. بصوا دي البطاطس اللي هي الترندي دلوقتي، شايفين مقرمشة ازاي، فدي هي مقرمشة هنحطها بدريسنج، فلو عملتها في اول حلقة هتطرى، دي تتعمل وتتقدم. خلوني بس اتأكد هنا انه الحرارة ابتدت تسيح الجبنة من جوه عشان مش عايزينها بس تاخد لون من بره وهي ما توصلهاش السخونية، يا مقالين حاجات وبتبقى درجة حرارة الزيت عالية قوي فبنحطها تاخد لون من بره وبتغمق، نيجي ناكل تبقى يا اما ساقعه من جوه يا اما اللي جواها مثلا مسحش او تبقى ساقعه، ده اهم حاجه انه ما تبقاش ساقعه من جوه. فبحاول اعرضها للزيت من غير ما تغمق قوي، شايفين والجبنه اهي ابتدت تسيح تطلع عندي من، شايفين. خلاص انا كده هبتدي اطلعها في الطبق، دي معشوقه الجميع مش بس والله كبار ولا صغيرين، كله بيحبها. نحط الكميه الباقيه الزيت، دول كده باتش والباتش الثاني بعدها. تعالوا هنقلهم هنا، هاتوا نفتح واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا قربوا كده عشان تسمعوا صوت القرمشه، شفتوا القرمشه؟ بصوا ادي من جوه مولعه، قرمشتها خطيره. نحطها هنا والجبنة سايحة، الجبنة طالعة منها ازاي، وننقلها هنا على طبق التقديم اللي وسعنا له مكان، ولما يخلصوا التانيين استنى نحطهم معاهم برضو من البطاطس المهروسة. وصفتنا دي زي باقي وصفاتنا كلها، وتعمل لها طبقة من البانيه. خلاص خلوها على النار ونبتدي نشتغل، خلي ده هنا يبقى جاهز لما تطلع، بس قرمشتها مش عادية. احفظوا بقى، هنا كان 3 كوبايات، هنا كوبايتين بطاطس مهروسة، معلقتين كبار من الدقيق، بيضة واحدة، نقطة الخل البيض للزفارة، نقطة خل بس فوق البيضة. وهنحط الملح وهنديها بابريكا، هتديها لون حلو وطعم حلو. فاحط شويه بابريكا ومش حراقه البابريكا، يعني معلقه صغيره، وبعدين نهرسها. انا هنا بس دول لازم ابص عليهم لونهم روعه، نحطهم في الطبق ونحط التانيين مكانهم.
كده نبقى شايفين السرعة اللي حمرنا فيها وعلى دفعات. ننقل دول هنا من حلاوتهم والله كده تاخدولهم يعني عارفين فود ستايلينج، حاسة اني عايزة اصورهم صورة حلوة. يلا نشيل الصينية دي ونخلط الخلطة دي مع بعض. انا هلبس جلوف. عندي كالعادة زي البانيه عندي هنا بقسماط، ممكن تبقى البقسماط العادية دي البانكو اللي هي البقسماط الياباني، بس هي عبارة احنا عملناها قبل كده القلب بتاع الفينو. اوكي، لما يبقى ناشف مش متحمص بالفرن، ناشف عشان شايفين لونه ابيض، بناخده ومننشفه ممكن في الميكروويف او بره، وبيتطحن في الكبه خشن. عملنا البانكو ده قبل كده كذا مره. وعندنا دقيق وعندنا البيض، البيض محطوط له شويه فلفل ابيض وملح علشان نعمل البريدنج الطبقه اللي بره. دلوقتي تعالوا نحشيهم بالجبنه بعد ما نعجنها. اذا حطينا كوبايتين من البطاطس المهروسه، عليهم معلقتين من الدقيق، عليهم بيضه، شويه خل، ملح وبابريكا، وبنعجنهم ببساطه كده بس لحد ما كل المكونات تختلط مع بعض. طب ممكن نحشيها ايه تاني؟ ممكن قطع سجق مع الجبنه، ممكن نحشيها جبنه كريمي، ممكن سبانخ. كنا النهارده بنتكلم على الوصفات، ممكن سبانخ مع مشروم. انتوا ابدعوا بقى، البطاطس مش بس تحمير وصواني بطاطس. انا عايزه بس ابص على دول، هي من المقصوصه مش كانت معايا ولا حطيناها ورا؟ نقلبهم. الجبنه السايحه يامي، ودول برضو يطلعوا بس نطفي النار. هنبتدي نشكل على شكل كور. خليني احط ايدي في الدقيق، بتساعدني انه ايدي في الدقيق. شكل كوره، وبنفتح فيها كده مكان، بنحط فيها قطعه الجبنه وبنقفل عليها بالشكل ده. بحبهاش مكتومه قوي يعني، ما تضغطوهاش قوي، خلوها هشه كده وخفيفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بس كده. ادي واحده، تعالوا نعمل مثلا واحده فيها موتزاريلا. نعجنها شوية الأول. عارفين بتخطر على بالي وصفة إيه برضو من البطاطس؟ عملناها قبل كده كتير، لنيوكي اللي هي برضو بطاطس بس ما كانتش مسلوقة. قلت لكم مسلوقة ونشفها في الفرن، بحط موتزاريلا أهو في النص، أو مشوية وبعدين بنحط عليها برضو دقيق وبيض في وصفة إيطالية، نوع من أنواع الباستا الإيطالية. وقتها سلقناها بعدين حمرناها بالزبدة البني. موجودة وصفة النيوكي وهي من الوصفات التقليدية الإيطالية. عملنا دول، هنشكل باقي الكور بعدين. خلي دي قدامنا. نبتدي أول حاجة بالدقيق زي ما بنعمل البانيه بالظبط. دقيق، البيض، نغطسها كلها بالبيض عشان هو ده الجلو اللي هتلزق عليه سواء البقسماط دي أو البانكو. طب هنحول دي، هي البطاطس اصلا خاليه من الجلوتين صح يا كنترول؟ لو احنا عايزين نحافظ عليها خاليه من الجلوتين تماما، فمش عايزين اي حاجه من مشتقات القمح صح؟ الدقيق من مشتقات القمح ممكن اللي غطسناها فيه واللي عجناها بيه ممكن نستبدله بالنشا. النشا من الذره فهو خالي من الجلوتين. بالنسبه للبانكو، فاكرين لما عملنا بقسماط من جوز الهند؟ جوز الهند المبشور من العطار، استخدمه بالمكسرات. فاستبدلنا للدقيق بالوصفه بكل مكان بالنشا، ادي خلاها خاليه من الجلوتين. واستبدال البانكو او البقسماط بجوز الهند خلاها كده تماما خاليه من الجلوتين. او كورن فليكس، كنترول برضه بيقول الكورن فليكس جاي من الكورن. تاكدوا بس الاول انه الكورن فليكس البراند اللي انتوا جايبينه ما فيش فيه اي صويا او اي دقيق، للناس اللي عندها حساسيه. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. وبعدين ممكن نقليها على طول، وممكن نحطها بالفريزر بالتلاجة تتشمع، أو بالفريزر تتجمد ونحطها بكياس. في أسهل من كده وصفات النهاردة؟ خالص. وقتنا جه كنترول، إحنا فاصل. طيب أنا هحط دول مكانهم، مش قادرة أقاوم الجبنة السايحة دي الصراحة. ونطلع فاصل ونرجع نعمل الشوربة اللي هتخلص بسرعة جدا، البطاطا أو البطاطس مسلوقة.